تحية طيبة مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة زوم إن تي في من أمستردام، منذ 22 من شهر يونيو الحالي ولغاية يومنا هذا يواصل مهرجان السينما الأفريقية في مدينة أخيبكا المغربية فعاليات نسخته 16. من مدينة أخيبكا تحدثنا الزميلة خديجة أبو عشرين عن أهم ما يميز هذه النسخة عن النسخ الماضية. الأفلام المشاركة، يعني نناقش دائما السينما. هناك خيبة كبيرة من قبل النقاد ومن قبل السينمائيين المغاربة من مستوى الفيلم، مستوى الأفلام المغربية المعروضة. الأفلام المغربية لم تكن في المستوى المطلوب. لحد الآن هناك أفلام تلفزيونية، يعني هناك فيلم عهد بن سودة خلف الأبواب المغلقة، هو فيلم تلفزيوني لا يستحق أن يشارك في مهرجان السينما الإفريقية. هناك اعتبارات من قبل المنظمين يقولون أنه عهد قانون المهرجان، يعني يقول أن ينص على أنه المخرج الذي لم يسبق له أن شارك في المهرجان يجب أن يشارك، ولكن بأي فيلم سيشارك؟ هذا هو السؤال. يعني لا يمكن أن تقي فيلم لمخرج لم يسبق له المشاركة لمجرد أنه لم يسبق له المشاركة وفيلمه لا يرتقي للصناعة السينمائية. فيلم عهد بن سودة هو فيلم يتوفر على التقنيات السينمائية البسيطة، يعني يمكن أن نشبهه برنامج تلفزيوني شهير اسمه مداولة، نفس النفق الدرامي الذي تشتغل عليه البرنامج التلفزيوني اعتمد عليه عهد بن سودة. هناك فيلم بونوار، حتى فيلم بونوار هو مقتبس من رواية للكاتب الروائي المغربي عثمان أشقر، الرواية جد عميقة، لكن عندما نشاهد الفيلم نرى أنه يفتقر لآليات كثيرة وبسط فكرة الرواية واشتغل بطريقة يعني أثارت نقاشا هنا بين النقاد. يعني نزول النقاد في السينما في النقاشات التي تلي عرض الأفلام، هناك تدمر كبير من قبل النقاد، يعني مجرد خروج من قاعة السينما، يعني هناك نقاش عميق. لو كانت هناك كاميرات خفية في الكواليس لا نقلت هذا النقاش العميق حول الأفلام المغربية، ولكن عندما ندخل إلى القاعة نجد أن كل النقاد ساكت، يعني لا يتحدثون بهذه ليس الجرأة ولكن منطقية. عندما نستدعي ناقد مع لمهرجان سينما يجب أن يناقش الأفلام حتى يطور المخرج، غير هذه الفكرة الراسخة عند المخرج أنه صور فيلم مميز. حتى عهد بن سودة عندما خرج من النقاش الفيلم خرج بقناعة أنه الفيلم هو مميز، لأن كل الجمهور، هذا الجمهور العادي، ظل يمدح في الفيلم ومميز واخترت أبطال مميزين وهذا. وحتى النقاد استغربوا عندما تطرح لماذا لم تطرح أنت كناقد سؤال، يقول لك لا أريد أن أدخل في صراعات مع المخرج. لا نفهم هذه الصراعات، هذه الأبجديات الجديدة في السينما هنا في المغرب. النقاد لا يواكبون الأفلام المغربية نقاشا وتحليلا من خلال مقالات كما كانت أيام السبعينات، يعني كانوا ينتقدون يكتبون مقالات نقدية في الفيلم. يعني نفتقد هذا النقاش من طلب مواكبة النقاد للسينما المغربية. إذا لم نواكبها نقدا سيظل المستوى يعني هابط في نزول. حتى هناك من المخرجين يعني الذين لم يشاركوا ليست لهم أفلام مبرمجة، يعني تعجبوا لموقف النقاد، قالوا أنهم في دورات سابقة كانوا شاركوا بمجموعة من الأفلام والنقاد واكبوا أفلامهم تحليلا، ولدرجة أن مخرج لن أذكر اسمه قال أنهم ظلوا ينتقدون في فيلمي، لأن لدرجة هذه السنة هناك سكوت مطلق يعني في الندوات الذي لا يتحدث النقاد، بكى. طيب هل تعتقدين بأن السينما المغربية والمخرجين المغاربة لم يركزوا كثيرا على المخاطب الأفريقي في أفلامهم وإنتاجهم السينمائي؟ هناك تركيز يعني محدد، ولكن هناك بعض جل الأفلام المغربية كان الواحد بعد اللقطات أو المشاهد تناقش بعد الهجرة. يحضرني هنا مثال الفيلم الأخير لمحمد نظيف الأندلس منامور، كانت هناك مجموعة من المشاهد التي فيها مهاجرين أفارقة، والفيلم كله يتحدث عن الهجرة الإفريقية، الهجرة إلى الضفة الأخرى، هناك نماذج مغربية، وفي الفيلم هناك مجموعة من الأفارقة الذين يتمركزون في الشمال المغربي من أجل العبور إلى إسبانيا. وفي الفيلم لاحظنا أن هناك ركز على مجموعة من معاناة هذه المهاجرين الأفارقة في ظل المعاناة الكبرى للمهاجرين المغاربة.
طيب هل يمكننا أن نتحدث عن حضور ومكانة للسينما الأفريقية غير العربية لدى الجمهور المغربي على شاكلة السينما الهندية مثلاً؟ الأفريقية بالنسبة للمغرب ليست لديها مكانة عند الجمهور المغربي، هي حاضرة عند المخرجين السينمائيين المغاربة، حاضرة عند النقاد السينمائيين بصفتهم أنهم دائما الحضور في مهرجانات السينما الأفريقية. أما الجمهور المغربي ليست هناك برمجة في القاعة، حتى الفيلم المغربي ليست له مكانة في القاعة السينمائية المغربية، فكيف سيكون للسينما الأفريقية مكانة؟ حتى القنوات التلفزية المغربية لا تبرمج أفلام سينمائية إفريقية من أجل هذا التبادل الثقافي. يعني يجب على المركز السينمائي المغربي والقنوات القنوات المغربية يعني تطوير هذه الإمكانية. هناك شراكة وقعها مدير المركز السينمائي المغربي نور الدين صايل مع مدير مركز السينمائي النيجيري. يعني هذه الشراكة يجب أن تبل على أهدافها، يجب أن تصب في هذا المنحى. إذا لم تكن هناك برمجة للأفلام في القاعات المغربية ولا هناك دورة إفريقية خاصة بعيدا عن مهرجان السينما الإفريقية هناك في مدن أخرى مغربية، لن يكون هناك يعني تقبل، لن هناك تواصل للجمهور المغربي مع السينما الإفريقية. خديجة برأيك لماذا لم تنجح السينما الأفريقية غير العربية في تحقيق حضور ونجاح كبير في المهرجانات السينمائية الدولية على شاكلة سينما شرق آسيا وسينما أوروبا الشرقية؟ ربما لأن المخرجين الأفارقة لم يصلوا بعد إلى يعني بيع المنتوج يعني السينمائي الإفريقي لهذه المهرجان، جل المهرجانات الدولية هي ربما مشكل تواصل. لكن هذا لاحظ هذه الدورة مشاركة فيلم يعني فيلم سينيغالي لموسى سور، يعني هو فيلم جد مميز، فيلم القارب يحكي قصة مهاجرين سنغاليين يرغبون في عبور للضفة الأخرى، وخلال السفر هناك مجموعة من المشاكل. هذا الفيلم شارك في مهرجان كان الأخير.